بونسوار لي ميس ميمي، اليوم غادي نوريكم كيفاش نقدروا نصبغوا الشعر الابيض باللون الاسود طبيعي، ولكن غادي نصبغوا غير لي غاسين، ما غاديش نصبغوا الشعر كامل. ناض لك الشعر الابيض في لي غاسين، غادي نوريك في الجذور، غادي نوريك كيفاش غادي تصبغيه بواحد الطريقه سهله وبمواد طبيعيه. اما غادي تستعملي خادي، حيت شفتوني درت لا فيديو ديال خادي من بعد ما درت الحنه الحمراء، ها هي راه كيبان الشعر انه احمر. من بعد ما درت الحنه وغسلتها، دابا غادي ندير لانديغو. ما غاديش انا اليوم ندير خادي، غادي ندير غير لانديغو اللي غادي نوضع واحد الكميه قليله. غادي نديرها انايا غير في واحد الكاس حيت ما محتاجاش بزاف. ها هي غادي ندير غير هذه الكميه، وغادي ندير الماء سخون. غادي نحركو بهذه الطريقه. كتعرفوا بان لانديكو صعيب باش نحركوه. انا دابا ما دايرش نهائيا صباعات، غادي نوريكم واحد الطريقه اللي هي سهله. غادي نصبغ بها، غادي نصبغ بها غير الجذور. كيف كتلاحظوا هنا انا ديما كينوض عندي راه كيبريها هو هنايا. غادي ندير بهذه الطريقه، غادي ندير ليه هكذا. كنشوف كذلك في المراه الاخرى حيتاش ما كيبان ليش بزاف في هذه الصغيره. ومن بعد غادي ندير هكذا. هنا على الاقل غنوريكم المراحل، ما درتش المراحل في خادي في لا فيديو ديال خادي، لان ديجا رحنا درنا ان فيديو اللي كنهضر فيها على الحنه، وراها نفس الطريقه. ما كايناش شي مغربيه اولا شي وحده اللي ما كتعرفش تصبغ شعرها، الناس كلهم كيعرفوا يصبغوا شعرهم. غير هنا غادي نوريك واحد الطريقه اللي هي سهله بحال هكا، وغتشوفوا غادي يقبض بطريقه سهله، غادي يقبض وغيرجع الشعر كحل. حيت بصح ملي كيطلعوا لينا لي غاسين ديفوا ما كنقدروش نصبغوا الشعر كامل، كنبغيو نصبغوا غير هاد البلايص باش نخبيوهم حيت كيبانوا بزاف. الا لاحظتوا انا لي فيديو ديالي ما كنديرش المونتاج، كنديرهم اون ديريكت باش كتشوفوا كلشي. صافي، وهذا الشيء اللي بقى غادي نزيد فيه شويه ديال الماء حيتاش قاصح بزاف. عرفتوا لانديغو من بعد كيقصح، تقدروا تزيدوا فيه شويه ديال الماء. وغادي ندير ليه بحال هكذا باش يدخل مزيان. وهنايا هادو هنا كيكون عندنا بزاف الشيبه لي ميس ميمي، كيكون عندنا بزاف، خصكم تحاولوا تكثروا منه هنايا. ومن بعد غادي نجمعوا الشعر مزيان بهذه الطريقه، ما محتاجينش فريمون ديروا لشعركم كامل. وغادي نديرو هاد الفوطه البلاستيكيه، لان ما حدو كيبقى سخون هو كيطلق بواحد الطريقه مذهله في الشعر. غادي نخليه 60 دقيقه لانديغو، كنفضل نخليه 60 دقيقه باش يشد ليا مزيان في هاد لي غاسين.
وصافي من بعد غادي نغسل شعري وغادي نرجع باش نوريكم الطريقه.